السلام عليكم طلابي الحلوين صف الثالث الابتدائي. We are going to speak about CVC words. CVC. اليوم في المدرسة أخذنا موضوع CVC. C means consonants, V means vowels. C هو الكونسوننتس الأصوات الصامتة التي فيها عرقلة في مجرى الهواء عند خروجها. V هي الأصوات الصائتة التي ليس فيها عرقلة من تخرج كأن نقول هنا we are going to say هذا صوت أو إي هذا الصوت يقرأ إي إي أ يعني هاي يسموها short vowels الأصوات الصائتة القصيرة أ أو إي إي أ وبقية الأصوات كلها تسمى consonant إذا هنا هذه الأصوات اكتبوها في الدفتر عندكم اكتب vowels vowels ونختصرها بالحرف capital V. Consonants means أصوات صامتة التي فيها عرقلة في مجرى الهواء مثلا كأن نقول ب وهكذا ر و ي w and y we say و e هذه أصوات consonants وليس vowels we are going to write consonants ونختصرها بالحرف capital C هي الأصوات like ر م الأصوات إلى هنا عندنا وعندنا ث ز ث ز لا نكتبها هكذا في الداخل داخل الصوت لكن تي اتش تقرأ ث اس اتش تقرأ ش سي اتش تقرأ تش وبعض الأحيان تي سي اتش تقرأ تش أيضا هذه الأصوات الكونسوننتس الصامتة you can see them here سوف أضعهم هنا في نهاية الصفحة حتى تنقلوهم على الدفتر تكتبوهم على الدفتر هذه الأصوات صامتة هنا في هذا التمرين يقول هناك CVC يعني كلمة فيها صامت صامت consonant vowel consonant هنا عندنا هذه الكلمات pick ونكملها بنيك بيكنيك and here we write طبعا أسفلها نكتب CVC وهنا أيضا نكتب أسفل هذه الكلمة نكتب هنا CVC طبعا هذا ليس كلمة مقطع إذا هذه مقطعين عندنا هنا syllable هذا الفاول يعتبر مركز المقطع the vowel is the center of the syllable center of the syllable and here we have two syllables here we can put slash هكذا حتى نفرق بين المقطعين نكتب هذه الكلمة نكملها هنا rabbit r a b rabbit here I have vowel
I have here, I'm going to write it. C means consonant, capital C. Vowel, the A vowel, the B consonant, and we put slash, then we say C, V, C. Look here, look at it well. R, R, C, A, V, B, C. B تعتبر أيضا C consonant. I هذه E مقطع يسمى E. I تقرأ E إذا كانت قصيرة وهي vowel. والT T consonant. وهكذا لبقية الكلمات هنا سنكتب الكلمة وأنتم تكتبون تحتها ال CVC. اختبروا معلوماتكم. زجزاج mag magnet magnet also. We have CVC here. We write CVC. And here we have banner. Banner. We are going to say also CVC. And here we have napkin. Napkin. Mandil. Here I have CVC. CVC. I'm going to write it for you. اكتبوها لكم. CVC. CVC. هكذا بهذه الطريقة. وهنا أيضا سوف نكتبها ثانية. CV. موجودة هنا. جاهزة. Here we write CVC. اكتبوها عليها. يجب أن تكون تحت كل حرف. C تحت حرف الكونسوننت وهكذا. Here we are going to write also here CVC, CVC, minimize it, صغرة حتى تكون بقدر الكلمة تبه Z, C, E, V, J, G, this, Z, G, C, Z, C, A, V, G, C, وهكذا. هل هذا واضح؟ أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. التمرين بسيط جدا. Picnic هذه النزهة. سفرة. Rabbit الأرنب. Zigzag هذا الخط المتعرج. Magnet هذا المغناطيس. Magnet. Magnet. Banner هذا. هذه هذا المنديل الذي يضعه على وجهه ليغطي وجهه ويسمى بانر. And here we have napkin المنديل. وهكذا والسلام عليكم. This is page 9.